الكتاب المدرسي متوفر عند الباعة بالبسطات والعربيات ومحلات وسط مدينة تعز، بينما يشكو مدراء المدارس والطلاب وأولياء أمورهم من عدم توفره، وأصبحوا يشترونه من هذه البسطات بالشوارع والأرصفة، ويتهمون مكتب التربية والتعليم بعدم متابعة مسؤولي المخازن وبعض المدارس الذين يبيعون نصيب مدارسهم. يعني توفرين بالشوارع والمدارس ما هلهمش إيه دي الغلط، المفروض يوفروهم من المدارس بعد يرجعوا يلزمون المدراء الإدارات يدلوا عن المدارس التربية التعليم يجي يشوفوا وين حقهم الكتب. كيف نزل الشارع ينباع؟ لكن احنا لا حول ولا قوة، انا شي بني اتعلم، انا شي بني اتعلم لازم اضحي لك، لازم اشتي بني اتعلم فلازم اضحي حتى لو من بقوت نفسي. يعني التربية والتعليم اللي تنزل لجنة رقابة على المدراء وعلى المخازن ده بجميع المدارس ويشوفوا اين يروحون يتصرفون الكتب. زرنا احدى المدارس كنموذج وسألنا هل وصل الكتاب وكم نسبة الطلاب الذين توفر الكتاب لهم. نعاني من عجز شديد في الكتاب المدرسي، في هذا العام الدراسي تم تغطية 60% من مكتب التربية والتعليم، غطى لنا 60% إلى الصف الرابع، ما دون ذلك لم تصل أي كتب دراسية حتى الآن، يتم تغطيتها من المسترجع. بينما تزدحم الرفوف والشوارع بالكتب المدرسية نجد المدارس فارغة إلا من كتب قديمة قد استخدمت أكثر من مرة، ولهؤلاء الباعة بالشوارع مخازن زرناها فوجدناها مغلقة بعد أن سر لنا أحدهم بأن سيارات مليئة بالكتب تأتي إلى هنا وتفرغ حمولتها. أحسب لي الأربعة هذا بقال بالألبين عند 1500 عادة ما اقترعش. لا أعتقد أن كتابنا في الشوارع. مكتب التربية والتعليم حريص كل الحرص على الكتاب المدرسي، حملات ميدانية ننزلها إلى كل مكان، فلا أعتقد أن يعني مكتب التربية والتعليم حريص على الكتاب المدرسي أن يصل إلى كل المدارس الحكومية وكل المدارس الأهلية. رغم نفي مكتب التربية والتعليم ورفضه هذه التهمة نهائيا، إلا أننا وصلنا إلى أحد المخازن لنرى الكتب ما زالت مربوطة بأحزمة مطبعة الكتاب المدرسي ومطبوعة عام 2019 ميلادية، وقد وصل الكتاب بالفعل إلى الشارع قبل مخازن التربية ووصل للرصيف قبل المدرسة.